بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحد من خلقك، أو خير أنت معطيه أحد من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذريتنا والمسلمين. اللهم إنا نرغب إليك فيه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. سلم لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجر عليك التبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وساوى علم الله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن سعد بن سعيد ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، سلطان المشرق والمغرب كما بشره النبي في الرؤية، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وجزاه الله عنا خير. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ما زلنا في الأوجه التي ذكرها حول حديث بدء الوحي، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب، ونحن اليوم في الوجه الخامس والثلاثون. يقول: قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك، يريد اذكر اسم ربك، يعني اقرأ يعني معنى اذكر، اذكر اسم ربك. وفيه دليل على أن الإنسان إنما يخاطب أولا بما يعرف أنه يصل إلى فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج إليه، لأن الله عز وجل قد أحال نبيه عليه الصلاة والسلام أولا على أن ينظر في خلق نفسه بقوله عز وجل: خلق الإنسان من علق، ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك. أحاله للأمر القريب منه وهو نفسه، دي حاجة سهلة ميسرة. لما تيجي مثلا تثبت قدرة الله ووجود الله لإنسان ما يعرفش علم الأفلاك، وتقول له المجرات والشمس والقمر وبيلفوا إزاي، حتى وهم، طب قول له كده كلمه على نفسك، هو أدرى بنفسه، مش كده برضه؟ بل الإنسان على نفسه بصير.
وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى لم يرد أن يحير الخلق، قال لهم أنا ربكم بدليل أني خلقتكم من علق، وكل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف خلق من إيه. وهل أنت كان لك تدبير في خلق نفسك وأنت علقة صغيرة يعني لا تذكر، بل لو أصابت ثوبا الإنسان يشمئز منها ويضطر أنه هو يمكن يغسله ولا يقرب إليه؟ يعني من هذه الشيء المهين وسمى ماء مهين، ثم علق بعد ذلك أكثر إهانة وسمى علق علشان تيجي تمسها تلزق فيك، تيجي الثوب تلزق في كل حتة، يعني حاجة كده تقرف. وبالرغم من كل ربنا يخلقك على أحسن تقويم وعلى أحسن حال، دي حاجة يعني تدل على أن هناك مدبر فاعل قادر مريد سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل هذه الأشياء كلها، فرده إلى أمر سهل ميسر. وبعدين قال له ربك، ما قالوش مثلا إلهك، قال له ربك، هو الذي رباك، هو الذي يرزقك، هو الذي دبرك، هو الذي خلقك، هو الذي يقيتك، هو الذي يقوم بك ويقوم بأمرك ويدبر أمرك، وأنت لا تدبر الأمر، أنت مجرد تأخذ بالأسباب، وكثيرا ما تأخذ بالأسباب ولا تحصل على النتائج. ولذا تعلم أن هناك من يدبر أمرك، فالمسألة ليست أسباب فقط، بل هناك مدبر فوق الأسباب، لأنك قد تأخذ بها ولا تجد نتيجتها في أحوال كثيرة. ولذا لما سئل أحد الصالحين كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بأني بخلف العزائم، عرفت ربي بخلف العزائم، أعزم على أمر وآخذ بأسبابه فلا يقدر، فعلمت أن هناك من يدبر أمر. فالحكاية أمر سهل، وعلى شكنا دله على هذا الأمر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مش نفس القرآن، يعني دلك تاني في سورة تانية، في سورة مكية أيضا بعدها وهي سورة الذاريات، قال لك برضو وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هي خلق الإنسان من علق، عشان تعرف أنه أجمل الله القرآن كله في هذه الآيات، ثم فصله بعد ذلك في آيات كثيرة. في سورة المؤمنون مثلا، من نطفة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم، مثلا في سورة الحج، سورة المؤمنون تدريج الخلق، العظام نكسوها لحم، واخد بالك، وننشزها، وهكذا كل القرآن من أوله لآخره بعد كده تفصيل للقصة دي. فكأن الله أجمل هذا الأمر كله في هذه الآيات الموجزة المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لخص القرآن كله في هذه الآيات. وبعد ذلك كل ما جاء في القرآن، كما مثلا يأتيك يقول لك مثلا إيه، هذه الأنباء الموجزة وإليك الأنباء بالتفصيل، فالأنباء الموجزة جاءت في الآيات دي، ثم جاءت بالتفصيل بعد ذلك، اللي هو احنا قلنا المجمل والمبين. المجمل اللي هو الموجز الذي يحتمل معاني كثيرة، ثم المبين بعد ذلك هو الذي يفسر الأمر ويبين المراد. خلق الإنسان من علق، ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك وغير ذلك، وإنما قال له، بالرغم أنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فدليله أكبر، لكن لم يدل على الدليل الأكبر. ليه؟ علشان يدل على الأمر المتاح له حتى لا يعجزه، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ودود، يتودد إليهم، يعاملهم على قدر فهمهم وعلى قدر نظرتهم البسيطة. فإذا علمهم وفتح عليهم، فتح عليهم علوم أخرى على قدر ما فتح عليهم، وهكذا. ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك وغير ذلك، وإنما قال له عز وجل ذلك بعدما تقرر له خلق نفسه وما هو عليه، وحصل له من المادة الإلهية ما يتسلط به على ذلك. وبعدين قال له اقرأ باسم ربك، قبل ما يدله على دليل، دليل على أن الله هو أقوى من الدليل، لأنه هو الذي خلق الدليل. فكأن الإيمان بالله على نوعين، على نحوين، إيمان بالله بالله، وإيمان بالله بالدليل. فهناك إيمان بالله بالله اللي هو نوه عنه سيدنا علي، يقول إيه، عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. لأن هل يكون للدليل من الظهور ما ليس لله وهو الظاهر فوق كل شيء؟ يستحيل، لم يظهر الدليل إلا لظهور الله فيه، فكأن الله هو أظهر من الدليل،
وهل متى غبت حتى تحتاج لدليل ندل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا ترك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيب. مش قال كده برضو في الحكم في المناجاة؟ علشان يدلك أن الأولياء عرفوا الله بعد مرحلة الدليل إلى معرفة الله بالشهود والعيان، فصارت معرفة الله ضرورة يشعر بها كشعوره بالجوع والعطش، لا يستطيع أن يكذبها. ولو جاء الناس جميعا وانت جعان يقول لك انت مش جعان، تصدقهم؟ حتى لو جالك بوش بقوات المارينز وانت ميت من الجوع يقول لك لا انت مش جعان، وإلا هضربك بالرصاص. قول له خلاص اعمل ايه بقى، انا ممكن تجاري بقى، ما انت مصري، اصل المصريين دول يجاروا الناس على كل حاجه، يوديك البحر ويرجعك عطشان، يبقى اللي في مخه في مخه، لكن هيقول له لا مش جعان ولا حاجه، هو جعان وعارف انه جعان بس عشان يمشيه. لكن لو مش مصري مش هيقول له حاجه، لانه حاجه انت شاعرها جواك. مش المصريين يقول لك لو كان الملك بيعبد عجل حش واديله، يعني ما تعبدوش معاه، بس يعني ما فيش داعي تصطدم بيه، ادي الحكايه كلها. المصريين كده ما قالكش هنعبده معاه، ما قالوش كده المصريين، لان المصريين عاشوا تحت الحكم الفاطمي اكثر من 300 سنه وما فيش عندنا ولا واحد شيعي، فاخد بالك ازاي؟ فالمصريين فرقتهم كده، يقول لك لو كان بيعبد عجل حش واديله، يعني لا تصطدم معه، لكن قال لك اعبده معاه، يعني سيبه في غيه، انت مالك بيه، انت خليك انت اعبد ربك وسيبه هو، ربنا لما يخلصك منه. دي برضو اسلوب من اساليب المراوغه، المصريين عندهم هذه المراوغه، يعني قد تكون يعني مناسبه في احوال وقد لا تكون مناسبه في احوال، على اي حال. لكن انا هي دي طبائع شعوب، دي طبائع شعوب، مش احنا اللي خلقناها، ده ربك اللي خلقها. ما هو خلق لك في الحيوانات المراوغ برضو، الثعلب مش كده برضو يراوغ ويعمل، واحيانا كمان يخلق لك حيوانات تاخد لون البيئه، تتحط في حته خضراء تبقى خضراء، حط في حته حمراء تبقى حمراء، حط في حته بنفسجي تبقى بنفسجي، منقطه تبقى منقطه، حاجات عجيبه. كل ده عشان ربك يقول لك لا تصطدم بالواقع، خلي اللي في قلبك واعتقادك، ولا تصطدم بالواقع الا اذا استطعت ان تغيره، فان لم تستطع ان تغيره فاصطدامك في وقت غير مناسب له قد يسحقك ويضيعك. فهمت ازاي؟ علشان كده اما تبقى انتوا ضعاف يا مسلمين ما فيش داعي انكم تصطدموا الوقت بالامريكان مثلا حتى تتحد، لان اصطدامكم بالامريكان الوقتي هيسحق. هو ده اللي بيعملوه الوقت الشباب اللي ايه اللي عنده حماس زائد ويقول لك مش عارف نعمل ايه. طب انا هدي لك مثال، وان كان هذا الراي ده رايي ولا الزمك به. لما كانت حماس في فلسطين ليست لها سلطه رسميه، كان تاثيرها احسن والشعب الفلسطيني كان وضعه احسن. لما بقت خدت سلطه رسميه قبل الاوان، احنا مع مبادئهم، احنا موافقين على مبادئهم، لكن من حيث التطبيق هم اخطأوا. مش ده الوقت اللي كنت فيه تظهر على السطح حتى تصطدم بالواقع، لانك انت لست في قوه الواقع. فهمت ازاي؟ خليك انت وسيله ضغط، وخلي الحكومه تحاور وانت وسيله ضغط، انما انت بقيت انت المحاور، فبقى الضغط عليك مباشره، ما بقيتش وسيله ضغط، ضعفت، منع عنك المرتبات، جوع الشعب، خدت بالك؟ بقيت شؤم على الناس، في حين انه كنتوا مجال خير للناس وانتوا بتشتغلوا. وعشان كده شوف الرسول وحكمته صلى الله عليه وسلم، كان لما يمر على آل ياسر وهم بيعذبوا في مكة كان يقول لهم ايه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولا قال لهم موعدكم إن أنا هدبح لكم الناس دي، قال لهم موعدكم الجنة، لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة وقويت شوكة المسلمين. أذن للذين وإيه قتلوا، أذن للذين ظلموا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء بقى وقت النصر وقاتلوهم، واخد بالك؟ تيجي موقعة بدر وتيجي موقعة أحد وتيجي في الوقت المناسب. لكن لو جت موقعة أحد بدري أيام مثلا الثلاث سنين الأولى أو الثلاث سنين الثانية، ما كانش كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيتم نور الله. وعشان كده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر عمل إيه؟
كان يقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، مش كان بيدعي يقول كده؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه متخوف حتى في الوقت اللي هو اجتمعت قوه المسلمين بطريقه معقوله للمواجهه. فمش من المناسبه انك تصطدم مع الواقع. شفت ازاي قال الحكايه ليه؟ لان قد يكون انكارك للمنكر يؤدي الى منكر اشد منه. قد يكون انكارك للمنكر في وقت معين يؤدي الى منكر اشد منه. الشيشان، الشيشان لما انفصلت عن روسيا بدات يظهر فيها مكاتب تحفيظ القران، وبقى القران يباع في الاسواق بعد ما كان يعني الاحتفاظ به جريمه تقود الانسان الى السجن. دلوقتي في الشيشان بعد ما انفصلت بقى المصاحف موجوده في المكتبات والناس حطاها في جيوبها، وبداوا الناس ما تعرفش حاجه عن الاسلام الا انه مسلم، ما يعرفش نواقض الوضوء، ما يعرفش يصلي، ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. يقوم ايه، ابتدوا يفتحوا مكاتب تحفيظ القران ويحفظوا اولادهم القران ويعملوا مدارس لغه عربيه يعلموا اولادهم اللغه العربيه. يبقى عايزين 20 سنه عشان يطلع جيل مناسب يقدر يواجه. يقوموا يستعجلوا الجماعه الشباب المتسرع ويعمل لك تفجيرات في روسيا وتفجيرات مش عارف ايه وفين، لحد ما في الاخر يسحقوهم ويقفلوا مكاتب تحفيظ القران ويعملوا، يبقى المكاسب اللي كنا هناخدها ونربي جيل ضيعناها. ادي معنى الاصطدام في الواقع. فلازم الواحد يكون عنده ذكاء. وعشان كده لما تقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الناس بالتدريج، ده بعد صلح الحديبيه، شوف في اكثر من صلح الحديبيه، يتفق معاهم يقول لهم اللي يجي من عندكم ليا هرجعه لكم، واللي يجوا ليكم من عندي خدوه مش عايز. في بعد كده تنازل لدرجه سيدنا عمر ما قاش عدو، ويقول له لما ترضى الدنيه يا رسول الله بديننا؟ الست رسول الله؟ حتى ان سيدنا عمر بقى بعد كده يندم على هذه الجراه التي تجرأ في هذه اللحظه الى يوم ان مات. كان سيدنا عمر يندم على هذه اللحظه، ازاي تجرأ وكلم النبي هذا الكلام. ولكن هي حميه الاسلام وعاطفة الإسلام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزنها بميزان العقل والحكمة. هذه الحكاية. وعلشان كده حصل إيه بعد كده في صلح الحديبية؟ كان فتح كبير. ما هو اللي هيرجع من عند النبي للكفار دليل إنه ارتد، عايزينه ليه؟ مش عايزين، خدوه ابلعوه. واللي هيجي من عند الكفار للنبي مش عايزين، ويقوموا يعملوا إيه؟ يروحوا المسلمين المستضعفين دول يجمعوا بعضهم يقعدوا في حتة بعيدة عن النبي، يقطعوا الطريق التجارة على قريش، يقوم قريش نفسها تتحايل على النبي خدهم مش عايزين. يعني هم نفسهم اللي خالفوا العهد اللي خدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه، وصار نصر مبين. يبقى الحكاية كلها لا داعي للاصطدام بالواقع قبل ان تكون مهيأ لانك انت تواجه هذا الواقع بالاسباب، والا ما يبقاش شجاعة. وزي ما بقول لك المثال واضح، انت وضع الفلسطينيين من حيث السياسه ومن حيث الاقتصاد ومن حيث الحوار ومن حيث كل حاجه كان قبل ما حماس تتولى السلطه احسن من دلوقتي. ده الفلسطينيين نفسهم بيقولوا كده. هل علشان حماس وحشه؟ حماس مبادئها كويس، احنا موافقين عليها ونؤيدهم، لكن علشان ظهروا في وقت مش مناسب. مش هو ده الوقت المناسب. الوقت المناسب بتاعكم دلوقتي انكم تفضلوا حرب عصابات وسيله ضغط، والحكومه اللي بتحاور هي تقعد تحاور، علشان الحكومه اللي بتحاور تبقى انتوا وسيله ضغط ولا تمثلوا انتوا حكومه، علشان انتوا يبقى التنازل منكم اصلا. فهمت بقى المساله؟ ادي الحكايه. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الحكمه، وربنا علمنا من اولها. ابتدي بحاجه اللي تعرفه قبل اللي ما تعرفوش، ابتدي اللي تعرفه قبل من اللي تعرفوش، وابتدي باللي في ايدك قبل اللي مش في ايدك. والناس تقول لك عصفور في اليد والعشر على الشجره. يبقى انا الحاجه اللي في ايدي متاحه استثمرها احسن استثمار. في اي بلد اسلامي فيها نوع من الظلم ضد المسلمين، هل يمنعوا ان الناس تقعد تحفظ قران؟ ما منعوش، صح؟ طب وهل المسلمين حفظوا القران؟ ما تلاقيش. طب انشغل بقى بحفظ القرآن، مش هو ده المتاح؟ وبقى حفظ القرآن فيه كل الخير؟ طلع أجيال كده حفظ القرآن، عارفة رينها. هتبص تلاقي أما يجوا يولوا في الحكومة هيولوا مين؟ هيولوا الأجيال اللي حفظ القرآن، فهتحصل التغيير مباشرة.
هتبص تلاقي اوائل الجامعات واوائل الخريجين والاساتذه الجامعات والرجال الاعمال والتجار كلهم حفظوا قران عدوا. يبقى ساعتها المجتمع مؤهل يتغير دون اراقة دماء ببساطه وهدوء. انما الحكايه مش حكايه مصارعه حره هي. فهمت ازاي؟ فالمساله كلها جت من ايه؟ من عدم الاصطدام بالواقع، بل استغلال الواقع المتاح بقدر الفقه الضروري حتى تاخذ منه اعلى ثمر. فهمت ازاي؟ دون ان تصطدم بالواقع. ادي هي دي المساله. سيدنا ابراهيم لما لقى والده هيصطدم معاه، قال له ايه؟ اصطدم معاه؟ اداله بالبوكس؟ قال له خلاص ده انت تبقى كافر حلال الدم، يروح مديله مكان في ايده الفاس اللي كسر بيه الاصنام، كان ممكن يديه على دماغه. صح ولا لا؟ والنبي من حيث القوة البدنية أقوى من أي بشر عادي. الأنبياء عموما قوتهم البدنية أقوى من أي بشر عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صارع أقوى مصارع، لدرجة إن ابن الدغنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد قتله رمى الرمح، ابن الدغنة أصابه هواء رمح النبي، مش الرمح، مات بهذه الإصابة. هوى الرمح بس. جاء عليه كده أصابه بكدمة شديدة، فضلت تنزف 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 في طريق الربوح حتى مات في الطريق. لأنه قوة الأنبياء قوية، حتى أنهم كانوا يعني لما يحصل ان العدو يهجم على المسلمين يبقى مين اقرب الناس للعدو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك الرسول سيدنا علي يقول ايه؟ كنا نحتمي اذا حمي الوطيس نحتمي لرسول الله، لانهم هو الاقوياء. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو واجه الجيوش كلها ما يتراجعش، ما عندوش رخصه التراجع. يبقى ده اشجع الخلق بقى. قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، لكن المؤمنين لهم ان يتراجعوا لو كان عدد الجيش اكثر من ضعفهم. شفت قد ايه؟ يبقى النبي ليست له رخصه اصلا انه يتراجع لو واجه الكون كله، لانه مع ربه. قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. لكن في المسلمين بقى اللي زي حالتنا قال لك ايه؟ قد علم الله ان فيكم ضعف، اياكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، يبقى اكثر من 200 ممكن نرجع نروح نقول لا يا عم مش حاضر حارب، ويبقى مش حرام علي. شوف قد ايه بقى. لكن النبي ما يتراجعش ابدا، عشان تعرف ان الانبياء اشجع الخلق. واذا كان النبي هو نبي الانبياء فهو اشجع الانبياء. وبالرغم من ذلك شوف صلى الله عليه وسلم استعمل واقعه صلى الله عليه وآله وسلم بحكمة على مدى 23 سنة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. حتى لما اصطدم بالواقع، وقت الاصطدام بالواقع كان تغير واقع المسلمين صالحا لأن يصطدم بالواقع. إنما لما كان واقع المسلمين غير صالح للاصطدام كان يقول لهم اصبروا إن موعدكم الجنة، ألا إن نصر الله قريب، ويخلي المسلمين تهاجر للحبشة هجرتين للحبشة، وبعض المسلمين التانيين يخشوا في جوار الكفار يعيشوا في جوار الكفار، يعني في معاهدة الكفار. كل ده علشان الواقع كان يحتاج كده. فلازم يبقى احنا عندنا هذا الفقه والفهم. الوجه 36 فيه دليل على ان الفكرة افضل الاعمال، لان في ضمن قوله تعالى خلق الانسان من علق ما يستدعي الفكرة، اللي هو عبادة التفكر، اللي هو التدبر، أفلا يتدبرون؟ فعبادة التفكر كأن النبي الله سبحانه وتعالى رد النبي بعدما قال لو اقرأ باسم ربك، رده إلى عبادة الفكر. تفكر وتدبر في هيئتك، كيف خلقك من ضعف إلى قوة، قادر أن يجعل دعوتك من ضعفها يقلبها إلى قوة، كما قلبك من ضعف إلى قوة يقلب دعوتك من ضعف إلى قوة. فلا تيأس، انظر إلى نفسك. يعني كأنه يقول له تدبر تفكر حتى يحصل للمخاطب بذلك علم قطعي وإيمان صادق. وليس الإيمان به والتصديق بعد الفكرة كالإيمان به بديهة، ولهذا المعنى أشار عليه السلام بقوله تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي رواية خير من عبادة الدهر، لأن المرء إذا تفكر قوي إيمانه وبان له الحق واتضح، وبقدر تعمقه في الفكرة
يقوى الإيمان. ولهذا المعنى قال بعض الفضلاء: أنا أوصيك بأن تديم النظر في مرآة الفكرة مع الخلوة، فهناك يبين لك الحق. الوجه 37 فيه دليل على أن المتفكر في عظمة الله وجلاله ينبغي أن يتفكر عقب ذلك في عفو الله وكرمه وإحسانه، لأن قوله عز وجل خلق الإنسان من علق معناه ما تقدم واستدعاء الفكرة فيما نص الله عليه، وذلك يقتضي العظمة والإجلال. يعني لو قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وسكت، لتفكر قلب النبي من جلال عظمة الله، لكن لحقه بجمال الله، قال له وربك الأكرم، يوم يلحق حتى لا يتفكر القلب من شدة تجلي العظمة والجلال، يوم يأتيه بعد ذلك إيه؟ رحمات الجمال. لأن لو فكر الإنسان في قهر الله وقدرة الله وعظمة الله فقط دون أن يتفكر في لطف الله وعفو الله ورحمة الله وكرم الله، قد يغلب عليه الخوف فيغلب عليه القنوط واليأس. يوم ربك سبحانه وتعالى أراد أن يتوازن إيمان المؤمن بين أمل في الله وخوف من الله، يكون عندك أمل في الله وفي نفس الوقت في خوف من الله، اللي هو اسمه الخوف والرجاء. قال ثم قال عز وجل بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم. وهذا الاسم الأكرم يتضمن معاني الأسماء كلها الموجبة للطف والإحسان. نسأل الله بمنه أن يعاملنا بمقتضى متضمنه اللي بالكرم يعني. والحكمة في منع التفكير في عظمة الله دون ما يضدها أن المتفكر إذا تفكر فيها وحدها قد يخاف عليه لئلا يذهب به الخوف إلى بحر التلف، وهو القنط اللي هو اليأس يعني. فإذا أعقبه بالتفكر في مقتضى الرحمة والإحسان أمن من ذلك. يبقى أول ما تعمل معصية وتتفكر في جانب عظمة الله وتقصيرك فيه، الحق بقى واظبط نفسك بالتوبة وبالأمل في الله يقبلك، فيبقى عندك أمل في الله، يبقى يكون رجاءك في الله حال المعصية، ويكون خوفك من الله حال الطاعة. يعني لما تعمل الطاعة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، نحن ما عملناش حاجة إلا اللي وفقنا ربنا. انت مثلا وانت واقف بتصلي ركعتين معانا النهاردة كده، مش كان ممكن ربك يقلقك بشوية مغص تقضيهم في الحمام؟ صح ولا لا؟ يبقى كون ربنا سبحانه وتعالى أتم عليك النعمة، ممكن كان يجي لك تليفون يقلقك يخليك مش في المكان ده أصلا، بتجري علشان تشوف حاجة قلقاك، لكن شوف ربك سبحانه وتعالى يسر لك كل حاجة وهدلك كل حاجة، هدلك كل حاجة في الخارج وفي داخل جسمك، كل ده عشان يوقفك بين يديه. يبقى الموفق مين؟ هو ربك. وبالرغم من كده انت واقف سرحان برضه، يعني حتى وانت في عبادتك ما بتعبدش الله حق عبادته سبحانه وتعالى. فيبقى حالك وانت في العبادة الخوف من الله ألا تكون قد أديت الشكر الذي وفقك الله للعبادة. فإذا كان مجرد أن وفقك للعبادة محتاجة شكر، والعبادة نفسها محتاجة شكر فوق الشكر، فهتلاقي نفسك وكل شكر محتاج شكر على الشكر، هتلاقي نفسك في الآخر تقول كما قال النبي: لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ما تستطيعش. وعلشان كده الخوف يكون حال الطائع والرجاء حال العاصي، لأن لو انقلب الأمر لكان الحكاية اعتماد على العمل. يعني لو كان رجاءك يزيد مع الطاعة، يبقى أنت اللي خلى رجاءك يزيد في الله مع الطاعة معناه أنك أنت ناظر لطاعتك معتمد على عبادتك. يعني يا رب أنا صليت بقى بل بقى يا رب، دي اسمها قلة أدب مع الله، صح ولا لا؟ يا رب أنا اديتك أهو صمت رمضان وصحيت وصليت الفجر، وقفت صليت في مسجد الأشراف لما كسرت رجلي، وبعدين بعد كده بقول لك يا رب يا رب اديني بقى، ما تديني بقى. هو ما بيقولش كده بلسانه، خد بالك، ده هو بيقول كده بايه؟ من جواه، بس يعني ايه مكسوف يقول كده بلسانه، لكن ربك اعلم بحالك. اللي بيقول كده بلسان حالك ايه؟ ان رجاءك يزيد مع العمل الصالح، كانك بتقول كده بالظبط. فهمت ازاي؟ لما رجاءك يزيد مع العمل الصالح كأنك بتقول الكلام اللي انا بقوله لك ده اللي انت اصلا مش قابل تسمعه، لكن لما رجاءك يزيد
ليه مش قابل تسمعه؟ لان ده اعتماد على العمل مش اعتماد على الله. فهم؟ يبقى لازم الانسان. ودليلك على ايه؟ على كده ايه؟ ان ربنا بيقول والذين يؤتون ما اتوا، اللي يعني بيعملوا الاعمال الصالحه، وقلوبهم حالها الرجاء ولا الخوف؟ قال وقلوبهم وجله، يعني خايفه، لحسن ربنا ما يقبلهمش. يبقى يكون حال الطائع الخوف حتى لا يكون معتمد على عمله، فهو يكون حال العاصي ايه؟ الرجاء، عشان يتوب. ما لو كان حال العاصي الخوف هيقنط من رحمة الله، يقوم يسأل يستمر في معصيته، لكن لازم يكون عنده رجاء. وعشان كده ربنا بيقول وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى ربنا فتح باب الرجاء لأهل المعاصي، وفتح باب الخوف لأهل الطاعة، حتى يحمي العاصي من معصيته فيتوب بالرجاء، ويحمي الطائع من طاعته فلا يعتمد عليها دون الله. لأن ربنا عايزك تبقى عبد لي في كل حال، عبد لي في كل حال، ما تكونش عبد الطاعة ولا عبد الذكر ولا عبد الفعل الحسن، بل عبد الله سبحانه وتعالى. مش فاهم ازاي؟ وكذلك الثاني، ما يكونش عبد للمعصية تتملكه فتيأسه من حياته ويقوم ينتحر أو يستمر فيها في غيه، لا، يريد أنه هو يغير المسائل. يبقى ربك سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ بيدك من طاعتك إليه، ويأخذ بيدك من معصيته من معصيتك إليه. يبقى يريد أن يأخذك من كل شيء إليه. فهمت إزاي؟ يريد أن يدفعك إليه في كل حال، يغار على قلبك لأنك عبده من النعمة، ويغار عليه من البلاء، فلا يريدك تيأس في بلاء ولا يريدك تركا لنعمة، لكن عايزك تركا إليه في كل حال، تتوكل عليه في كل حال، لا على النعمة ولا تيأس في البلاء. فهمت بقى المسائل؟ وعشان كده ربنا يعلمنا. الوجه 38 فيه دليل على أن من أصابه أمر فله أن يتداوى بحسب ما اعتاد، ما له يكن ما لم يكن فيه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثير، يقول زملوني زملوني، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداوى كل نفس بما اعتادت. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الخوف ده داوى نفسه باللي اعتاد ان لما يحصل له الرجفه دي انه يتغطى، ما راحش بقى يقول طب انا اخد علاج ايه، هو عمل العلاج اللي متعوده مع نفسه. الانسان لما تجيله رعشه بيعمل ايه؟ بيتغطى، مش كده برضه؟ حتى الطفل الصغير اول ما يجيله كده يقول لك غطيني يا بابا، يعني حتى الطفل عارفه. يبقى لما تيجي يصيبك مرض وانت مجرب نفسك ان في شيء معين يريحك، حتى لو الدكاتره قالوا لك الشيء ده ما تاخدوش، خده، لان انت اكثر ناس تجربه مع نفسك. فاهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بما اعتاد، الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ خد بالحكمه ابو قراط ايدها، اللي هي حكمه اللي ايه؟ الطبيب العربي القديم. الطبيب العربي القديم كان يقول ايه؟ قبل بعثه النبي. والحكايه دي كانت متوارثه من علوم الانبياء السابقين وايدها النبي، اللي هي الحميه راسه الدواء، الجوع الشبع المعده، المعده بيت الداء، والحميه راس الدواء، وعوده كل جسم معتاد. الحميه يعني ايه؟ يعني الاحتياط في الاكل، مش قاعد طول النهار بقك شغال وتاكل اي حاجه كانها اوضه خزين. حتى الاكل في بعض الناس، بعض ستات البيوت بيقول يعني تخان كده سمان، يا ستي انت ليه كده؟ تقول اصل انا كل ما يتبقى حاجه يصعب عليا ان انا ارميها او احطها في الثلاجه، اقعد اكل بقيه الاكل لما يجي لك بقت وزنها 160 كيلو. ما ينفعش كده. يعني الواحد ما ياكلش الا لما يبقى جعان، واذا اكل لا يشبع، العاده كده. واحد راح لسيدنا ابن سيرين بيقول له اريد ان اتعلم العلم، قال له قبل ان تتعلم العلم كيف تاكل؟ قال اكل حتى اشبع، قال ذلك اكل البهائم. بيعملوا الاول زي ما تقول ايه، يعني سؤال كده، شخص يعرف امكانياته ايه يعني عشان يعرف هيعلمه ايه الاول. ف
فبيقول له طيب لو انت عايز تتعلم العلم الاول اشوفك انت بتاكل ازاي وبتشرب ازاي. فبيقول له كيف تاكل؟ قال اكل اذا جعت واذا اكلت اشبع حتى. قال ذلك اكل البهائم. وكيف تشرب؟ قال اشرب حتى ارتوي. قال ذلك شرب البهائم. قال وكيف تنام؟ قال انام حتى استيقظ لوحدي كده. قال وذلك نوم البهائم. اذهب تعلم كيف تنام وكيف تاكل وكيف تشرب ثم تعال اعلمك العلم. فهمت ازاي؟ وعشان كده الرسول كان يقول ايه؟ نحن قوم لا ناكل الا اذا جوعنا واذا اكلنا ايه؟ لان لو اكلنا وشبعنا يبقى ده اكل البهائم. انما اكل الفاهمين اللي هي الحميه، اللي هي الحميه راسه ايه؟ راس الدواء. انك انت اما تاكل ما تشبعش، ما تملاش بطنك. فهمت بقى المساله؟ واما تيجي تشرب لا ترتوي. ارتواء زائد. ما قال لك ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك. عشان يبقى فيك نفس. مش تيجي تقرا تلاقي نفسك بتتكرع، وتيجي تظبط تلاقي الاكل رجع على بقك. انت يعني مليها على الاخر. مفيش حاجز. وفي الاخر تلاقي نفسك عايز تنام، ضيعت الليل كله في النوم لانك مليت بطنك للاخر. ضيعت عمرك. فهمت؟ فالحكايه كلها تلاقيها عايزه حكمه. وتلاقي نفسك، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخد بالحكمه العربيه دي في عمله، اللي هي ايه؟ الحميه راسه المعده، بيت الداء. يعني اول ما تملى بطنك خلاص كل الامراض تجي لك. طالما اعتدت تملى بطنك 20 30 سنه يجي السكر ويجي الضغط ويجي السمنه والمفاصل توجعك وظهرك يوجعك كل حاجه، والكوليسترول يزيد والدهون يزيد، ويقول لك عندك دهون على الكبد وعندك كسل مش عارف فين. كل ده جاي منين؟ انه بقى له 40 سنه بياكل يشبع. بقى له 40 سنه كل ما ياكل لازم يشبع. ما ينفعش. لا ده في ناس كمان اكتر من كده، تاكل وتشبع وبعد ما تشبع يجوا كمان بعد ساعتين يقول لك عايزين ننقنق حاجه كده. ياخد حاجه كمان بين الوجبات. دي مصيبه ثانيه. يعني بياكل فوق الشبع كمان. يعني حاجه عجيبه. عارف انت الحيوان المفترس؟ هات لي اسد كده بعد ما اكل اللي افترسه. واخد ما يرضاش ياكل تاني طالما شبع. لو جبت له احلى غزاله وشويت له احلى شوي طالما شبع ما يقدرش ياكل تاني. وبعدين اما ياكل ياكل تملي حاجه طازه. يعني ياكل من الغزاله لحد ما يشبع، ويسيب الباقي بقى لاكل الجيف. عشان كده سموه ملك الغابه. ياكل هو الحاجه الحلوه الطازه. وبعدين لما تيجي يسيب اكل الجيف ياكله الباقي بتاعته. لما يجي يجوع تاني يروح ايه؟ يصطاد جديد. يصطاد جديد بس، عشان كده سموه ملك الغابه. انت كمان اما تيجي تاكل تاكل اكل بسيط وطازج ما يمكن ولا تشبع، واذا اكلت لا تاكل فوق اكل. هتلاقي نفسك صحيح طول عمرك. فهمت ازاي؟ ادي والرسول يقول لك ايه؟ وعودوا كل جسم معتاد. عود كل جسم معتاد. احنا ساعات يجي لنا بعض المرضى يقول لك ايه؟ والله يا دكتور، بالذات الجماعه السودانيين والليبيين، انا لو ما اكلتش شطه ما يجيليش نفسي ابدا اكل. الليبيين والسودانيين بيعملوا سندوتشات شطه. لو كلت انت منها واحد تقعد مولع لمده 10 سنين، هو ياكله عادي. جسمه اتعود كده. لما تيجي تقول له بطل الشطه تماما تلاقيه نفسه تتسد ويقول لك بالاسبوع مش عايز ياكل، ويجي لك خاسس 10 كيلو. مش عارف ياكل. خلاص هو بياكل الشطه وبيعملها كده، والطب بتاعك انت بيقول ده مضر، لكن الراجل متعود عليها ما جربوش حاجه. سيبه. سيبه بس قول له بلا اسراف. قول له يا سيدي كل شطه بس بلا اسراف. لأن ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي كلمة كلوا دي داخل الشطة. مش كده برضه؟ من ضمن الحاجات اللي تتاكل، لكن قال لك في الآخر برضه ولا تسرفوا. يعني اعمل. بدل ما يجي لك بواسير، بدل ما يجي لك قرحة في المعدة، بدل ما يجي لك ارتجاع في المريء، يجي لك مشاكل كتيرة، تقوم تعدله. لكن تيجي تقول له بطلها خالص وهو جسمه اعتادها تضره. شوف بقى وعوده كل جسم معتاد. وعلشان كده الواحد لازم أما يجي يعالج المريض يشوف عادته إيه. واحد يجي يقول لك يا دكتور والله انا كنت متعود انام كل يوم بعد العصر ساعتين اظبط دماغي، بس انا بصحى بدري اروح شغلي اجي على العصر الاقي نفسي تعبان قوي. يقوم ايه؟ رحت مره للشيخ في الجامع قالوا لي ده الوقت من العصر للمغرب ده وقت كله بركه وذكر، واللي ينام بعد العصر ده نوم الغافلين. فانا رحت مبطل الساعتين دول، بقيت اقعد كده اهو ارجع من شغلي اقعد ماسك السبحه وافرغ واقاوم. يجي لك بعد شهر واثنين هزيل وتعبان ولونه اصفر وشاح. ليه يا عم؟ اصل بطلت الساعتين دول، اصل ده نوم الغافلين. يا عم نوم، انام يا عم وتخمد.
وريحه، ما انت هتعي. وبعدين لما بطل ينام الساعتين دول بقى ما يعرفش يصحى بدري لشغله كالعاده في نشاط، يقوم راح شغله خصموا له يومين، وبعد شويه رفدوه، بقى عواطي وبقى ضعيف وهزيل وبقى مش عارف ايه، كل ده عشان الشيخ قال له ده نوم الغافلين. شيخ مين ده؟ عوده كل جسم المعتاد. اللي بيقعد من العصر للظهر للمغرب ده قاعد يذكر ربه، ده راجل ما عندوش شغل الصبح، بيقعد يذكر ربه لحد شروق الشمس، وبعدين ينام يصحى على صلاه الظهر دماغه مليانه معمره، وبعدين يقعد يصلي الظهر وياكل له لقمتين ويشرب الشاي ويعمر الطاسه ويصلي العصر، يلاقي نفسه مصحصح وفايق. ما هو يا راجل عوطني، ربنا مريح. لكن انت راجل من اهل المهن، انت بتصحى من الفجر تصلي الفجر تروح شغلك تكاهي تيجي على العصر تبقى ميت، عايز تبقى زي ده؟ ما ينفعش. ادي معنى عوده كل جسم المعتاد، هو ده الفقه، هو ده الفقه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليعبد احدكم ربه نشاطا؟ شوف كلام النبي الرحمه، ليعبد احدكم ربه نشاطا، يعني لما تبقى نشيط قوم اعبد ربك، تعبان نام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد لقى ايه؟ لقى بين العمودين عاملين حبل كده، منظر متعودش عليه، عامل زي البتاع اللي في ايه، في سقف الاتوبيس ده اللي الناس تمسكه ده لحسن تقع، ولو مسكته لازم تدفع التذكره قدام. فهو عامل حبل، لقى الحبل بين ايه؟ بين عمودين في مسجده الشريف. فسال ستنا عائشه ايه ده؟ قال ده حبل وضعته فلانه من الانصار عابده تصلي طول الليل، فإذا وجدت تعبا أمسكت فيه حتى لا تنام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه ده؟ فكوه ده، فكوه، فليعبد أحدكم ربه نشاطا فإذا نعس فلينام. هو ده دين ده؟ بقى أنا جيت قلت لكم كده، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأقرب النساء. شفت بقى كلام النبي حلو إزاي؟ فالحكاية مش عايزة غلبة، لن يشد الدين أحد إلا غلبة، إن هذا الدين متين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الرقصه دي عمل ايه؟ اتعالج بالحاجه اللي متعود عليها. ولما كان يصيبه حاجه كان يتعالج بالحجامه. لان الحجامه كانت علاج متاح في عصره. فهمت ازاي؟ بس مش معنى كده انها من الدين الحجامه، يقول لك السنه تروح تحتجب حتى لو سليم. مين قال بقى كده؟ بقى النبي كان يروح يحتجب وهو سليم. النبي احتجب لما اصاب الصداع، احتجب لما اكل سم اليهوديه، احتجب لما جاله حمى. يبقى النبي كان يحتجب عند المرض. واحتجب ليه؟ لانه كان علاج متاح في عصره صلى الله عليه وسلم، لان النبي لم يكن من المتكلفين. فالحجامه تعملها كعلاج لحاجه، مش تقول لك انا كل شهر لازم احتجب. هو سليم ليه؟ ويطلع الجماعه الحجامين الجداد دول عايزين يطلعوا الحكايه دي عشان يلموا فلوس الناس. وغلط، ويعملوها بالدين. لك السنة، من السنة أن تتعالج إذا مرضت، ومن السنة ألا تطلب الدواء وأنت معافى. هي دي السنة، مش كده برضه؟ فالحكاية سهلة. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالج بعلاج المتاح في عصره، سهل كده بلا تكلف. فلما تبقى أنت بتعود حاجة بتاخدها تريحك، ما تروحش للدكتور، خدها تريحك وخلاص وريح نفسك، عشان اولا ما تسحبش العيادات وتتعبنا معاك. هتيجي للدكاتره هيقول لك اعمل تحاليل واشعات ورنين ومش عارف ايه، اقلب الدنيا عليك. ويطلع لك في الاخر حاجات ما كنتش انت بتشتكي بيها قبل كده. فربنا ينجيك منهم. الوجه 39 قولها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. رجع بها بمعنى حفظها، يعني بهذه الايات. فظهرت هنا ابتداء فوائد الغط لسرعة الحفظ لما ألقي إليه، والرجف كناية بأن ما لحقه عليه السلام من الخوف والوجل والفؤاد كناية عن باطن القلب، لأن الخوف والفرح فيه. ونقف على الوجه 40 غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك،
كلما ذكرك ذكرون عبر عن ذكر الغافلين وجزاكم الله خيرا.